بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة مستر نور المعلوميات، سعيد أن أتواجد معكم في هذه الحلقة الجديدة التي سوف أتحدث فيها عن أمر مهم على هواتف الأندرويد. أولا، قبل بدء في الشرح، لو كانت لك أول مشاهدة لقناتنا، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك، تفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شيء ثاني، جميع روابط التطبيقات التي سوف أتحدث عليها تقوم بتحميلها أسفل هذا الفيديو من موقع مستر نورو للمعلومات. كما تلاحظ في العنوان، في هذه الحلقة سوف تعرف من الشخص الذي يتصل معك بنفس شبكة الواي فاي الذي تستعملها، وأيضا كيف تستطيع أن تقوم بتقوية إشارة الواي فاي بدءا من يعني حذف تلك التطبيقات التي تعمل، أو يعني إيقاف تلك التطبيقات التي تعمل على الإنترنت في الخفاء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا يوجد أي شيء يقوم بتقوية إشارة الواي فاي إلا شركة الاتصال التي تكون متصل بها. مثلا أنا أستعمل إنترنت يعني 4 ميجا أو 8 ميجا أو 20 ميجا، لا أستطيع أن أقوم يعني تقويتها مثلا من 2 ميجا إلى 3 ميجا أو 4 ميجا بايت إلا وإذا ذهبت إلى شركة الاتصال ودفعت يعني نقود أخرى حتى أستطيع أن أقوم برفع يعني في سرعة الإنترنت. ولكن تبقى بعض النقاط التي سوف نتحدث عليها. من هذه النقاط أنك تقوم يعني بإيقاف بعض التطبيقات التي تعمل في الخفاء لترى بعض يعني تغير ملحوظ عن تقوية إشارة الواي فاي. تقوم بتحميل تطبيق رائع تحتاجه كثيرا. هذا التطبيق سوف تلاحظ به مزايا كثيرة. من المزايا التي سوف تجد على هذا التطبيق هي معرفة، كما أخبرتكم، الأشخاص الذين يتصلون بك. يعطيك بعض المعلومات هنا في الهوم، إذا دخلت إليه في الهوم توجد عليه بعض المعلومات، ومن هذه المعلومات تلاحظ ويفي سباي ديتكت، يعني الأشخاص الذي تم رصدهم بنفس الشبكة. تضغط عليه يعطيك الأشخاص الذي مع ماي ديفايس أو تليفون، سوف يكون اسمك الأول هنا وبعدها ديفايس الأخرى التي تكون عليه. من حين إلى آخر أنت اضغط على ريسكان، هكذا كما تلاحظ، لإعادة يعني الفحص. تستطيع التأكد إذا كان لديك جهاز آخر متصل به، تستطيع أن تقوم بحذفه وترى هل يعني صحيح يقوم ب يعني فلترة الأشخاص أو يعطيك الأشخاص الذين يتصلون معك أم لا. مثلا لديك جهاز هاتف آخر، قم بإغلاقه وأضع ريسكان، يعني انتظر دقيقة اثنين، ضع ريسكان، سوف تلاحظ أنه ذهب من هنا. هذا بالنسبة إلى معرفة الأشخاص الذين يكون معك. هنا في الآلة يعطيك Network Speed can be boosted up by، يعني هنا تستطيع أن تقوم ببوست كما أخبرتكم، حيث سوف يقوم بإيقاف هذه التطبيقات التي توجد عليها بعض الخلفيات. تضغط أثناء مباشرة على Power Boost هكذا، ثم يعني يجب أن تعطيه Permission عادي جدا، وبعدها سوف يقوم بحذفها. وإذا كانت لديك تطبيقات كثيرة سوف يأخذ بعض الوقت، ولهذا يجب أن تنتظر حتى أن ينتهي هنا 100%. هذا كما لاحظت بالنسبة إلى بوست. ويوجد أشياء أخرى هنا، يعطيك حتى قاعدة البيانات يستطيع أن تتصل بها ويعطيك بعض المعلومات عليها. من هنا Enable Data Saver، تضغط عليها سوف يعطيك يعني الداتا سيفر التي تكون عليها أو قاعدة البيانات. أما بالنسبة له هنا يعطيك الجهاز الذي أنت متصل به كما تلاحظ هكذا، وبعض المعلومات عليه. تضغط أنت عليها وتضغط على Safety Check ليلاحظ هل هذا يعني يستطيع أن يتم اختراقه أم لا، أو يوجد بعض الأشياء عليه. بعد الفحص يعطيك الإشارة هنا. يعني في هذا التطبيق سوف تضرب ثلاث يعني عصافير بحجر. أولا، تعرف هل يستطيع أي شخص يعني اختراق الواي فاي الخاص بك أم لا. شيء الثاني، سوف تستطيع معرفة الأشخاص التي تتصل معك بنفس الشبكة. والشيء الثالث، تستطيع أن تقوم بتعزيز شبكة الإنترنت كما أخبرتكم عن طريق يعني تقويتها من هنا بإيقاف تلك التطبيقات التي تعمل في الخفاء. انظر معي هنا أيضا Command Boost، يستطيع تقييم إيقافها هكذا كما تلاحظ أو بطريقة التي تحدثنا عليها. من حين إلى آخر استعمل هذا التطبيق، وأنا أعلم جيدا أنه سوف ينال إعجابكم كثيرا.
أتمنى أنه قد نال إعجابكم. لو نال إعجابكم لا تنسوا نشره حتى تعم الفائدة بيننا، ولا تنسى الضغط على زر لايك أسفل هذا الفيديو ليكون تحفيز إلى قناة مستر نورو للمعلومات. وكما أخبرتكم في أول الحلقة، لو كنتك أول مشاهدة لا تنسى الضغط على زر الاشتراك، تفعل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. حتى الآن أنتهي من هذا الشرح، سوف أضرب لكم موعد آخر في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. مع السلامة.